اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب، حديث عراقي. لفتره طويله، ربما لاكثر، يعني فتره طويله الحقيقه، كان هناك احد الشباب الذي يسمونه يوتيوبر، شاب عراقي بسيط، كان عندما بدا كان بعمر صغير، فتى يعني هكذا، كان يخرج على يعني قناة تلفزيونية هو مؤسسها وهو يبث بها على وسائل التواصل الاجتماعي، يتحدث بها بطريقة جميلة وعفوية وطبيعية، وتدل على طيبة عراقية، على تربية جميلة، على ظرافة وسخرية مقبولة عند كل العراقيين. وبالتالي الناس بدأوا يهتمون بهذا الشاب العراقي الصغير اللي كبر مع السنوات ووصل إلى هذه المرحلة الآن أيضا يبث، وكان يتحدث يمزج يعني كلامه بلغة إنجليزية بسيطة محببة مضحكة فيها سخرية، وبلغة عراقية أيضا، كان يوجه نداءات استغاثة بدأها للرئيس الأمريكي ترامب، وبعد ذلك إلى الرئيس الأمريكي بايدن الرئيس الحالي. فكان يتحدث عن الأمطار وغرق الشوارع، يتحدث عن الكهرباء المقطوعة، يتحدث عن الحر، يتحدث عن البرد، يتحدث عن الشوارع المفقود فيها الأمن، يتحدث عن المدارس المفقودة، يتحدث عن كل هذه الظواهر السلبية بطريقة يعني طبيعية وعفوية محببة إلى قلوب العراقيين. وكان يعني بطريقة أو بأخرى يترجى الرئيس ترامب أن يأتي لإنقاذه، وبعد ذلك يترجى الرئيس يناشد الرئيس الأمريكي بايدن الحالي لإنقاذه مما فيه مما يعاني فيه. في آخر فيديو ظهر إليه كان يتحدث عن إطلاقات، يقول له اسمع هذه الإطلاقات العشوائية، يتحدث عن حرق المستشفيات، تحدث عن، وقال إنه بطريقة بسخرية وبطريقة يعني هو يتحدث بشفافية وبطيبة وليس أكثر، وبطريقة فكاهية أنه سيرمي نفسه من سطح الدار إن لم يفعل بايدن شيئا ويأتي لإنقاذه أو يوجه له دعوة لزيارة أمريكا، الذهاب إلى أمريكا. طبعا هذا الكلام بالتأكيد هو لا يقصده، هو يقصد أن يوضح هذه الفكرة والتي أحبها الناس في العراق بدأوا يتابعون أكثر، عدد المتابعين إلى زادوا، وبدأوا يعني يلمسون في طيبة هذا الشاب الصغير، في عفويته، في طبيعيته، يعني يضع فيها أصبع على جروحهم هذه الكثيرة التي تنزف دما، ومنها جروحهم في غياب الأمن، في القتل، في الموت، في غياب الخدمات، وبالتالي يتحدث بهذه الطريقة. لكن مع اهتمام وسائل الإعلام بهذا الشاب، مع زيادة متابعي، دخلت البي بي سي وغير البي بي سي وكثير من القنوات الفضائية تابعت هذا، وإذا بيظهر جو هود اللي هو القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي شؤون الشرق الأدنى، بعد الفيديو اللي نشر هذا الشاب العراقي وقال إنه سأرمي نفسي من السطح إن لم يعني يسرع بايدن لدعوتي إلى أمريكا، بهذه الطريقة والسخرية والفكاهية، وظهر هذا بتسجيل صوتي يقول له لا ترمي نفسك من السطح، نحن يعني نحبك، نحن نريدك، نحن، هذه المدرسة مدرسة التضليل ومدرسة الخداع، وكأن الخراب الذي يتحدث عنه هذا الشاب والذي يعاني منه كل أهل العراق لم يكن وليد الأمريكان نفسهم، لم يكن وليد بايدن اللي كان نائب للرئيس الأمريكي بوش اللي احتل العراق ودمر العراق، ولنفس الفكر الأمريكي هذا اللي دمر العراق وما زال يدمر العراق لحد الآن. يعني هو منو فعل هذه الكارثة بالعراق غير أمريكا حقيقة؟ من جاء بإيران ومن جاء بهذه الميليشيات ومن جاء بالخراب ومن جاء بهؤلاء ليحكموا العراق غير أمريكا؟ وبالتالي وكأنهم هم حمامات سلام، نحن نريدك وكان دعيناك إلى أمريكا لولا الكورونا يعني، وإحنا وأنا ألتقي وياك وناكل باتشة، الكلام المعيب، محاولة للتضليل، محاولة للضحك على الناس، ولا يستطيعون يضحكون على العراقيين، هذا الكلام لا يضحكون به على العراقيين. أهل العراق صدقوا هذا الولد لأنه يحكي بطبيعية، يتكلم
بطبيعية وبعفوية وبصدق. أما أن يتحدث يعني القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جهود، ويقول له أنا مو جو بايدن، أنا جهود وأني كذا واهتميت بيك وإحنا ما نقدر ندعوك لأنه كورونا وكذا، وأني راح ألتقي بيك إن شاء الله من أزور العراق ونروح ناكل باتشا. كلام معيب. ولم يتوقف الأمر عند هذا، بعد ساعات من هذا وإذا مصطفى الكاظمي اللي هو من نفس هذه المدرسة، مدرسة التضليل والخراب الأمريكية البريطانية هذه، يبعث على هذا الشاب ويقابله هو ويمكن والده ونفس الكلام. وبالتالي طلع الشاب يقول انه هذا الشخص رائع وشخص قدمان، لانه يعني قال لي انتقد انتقد ما تريد، انتقد ماذا؟ تضحك على الناس. هو يعني اهل العراق لا يعرفون ينتقدون، كل العراقيين ينتقدون بسخريه او بصدق او بجديه ينتقدون ويعرفون. هي المشكله في الانتقاد، المشكله فيكم انتم، ليش انت مو جزء من هذه المنظومة التي خربت العراق من 18 سنة لحد الآن؟ يعني الآن يرميها، احنا مو احنا المسؤولين، الحكومات السابقة، ما انت جزء من هذا النسيج، من هذا المنظومة التي خربت العراق وجاءت بهذه الحكومات وجاءت بالميليشيات وجاءت بهذا الخراب للعراق والفساد والسرقة والنهب وضياع كل حقوق العراقيين، ما انت جزء من هذه. الآن ينتقد، ماذا ينتقد؟ ينتقد الفساد اللي جزء من عنده وساكتين عنه، ينتقد القتل، ينتقد المخدرات، ينتقد المدارس التي انتهت، عدم اهتمام بالتعليم، ينتقد مستشفياتكم، عدم اهتمام بصحة الإنسان، ينتقد عدم تلقيحكم للمواطنين. الآن كل دول الدنيا تتسابق في تلقيح مواطنينها، ونحن في العراق وزارة التخطيط تقول 40 مليون مواطن عراقي، أقل من 1% ملقحين لحد الآن في العراق، والكورونا تعصف بالعراقيين وتقتل بهم يوميا عشرات، وكارثة كبيرة حلت بالعراق من جراء هذا الخراب وهذا الدمار وهذا كل البنى التحتية انتهت. هذه الأجهزة الأمنية لا تستطيع أن تحمي المواطن، قتل وذبح وتفجيرات ورصاص وسلاح منفلت في كل مكان، ويقول له انتقد، وهاي اللي ما أعرف شنو الشفقة مالتي أعطيك إياها هدية. هو بهذه الأمور، هذه مدرسة التضليل ومدرسة الخداع لا تنطلي على أحد. يعني لم يعد هناك مجال لهذا الموضوع، هذا الشاب اتركوه. إذا كنتم تريدون يعني إذا كانت هناك ذرة من ضمير عندكم، اتركوا هذا الشاب ليتحدث مثل ما هو يحاول أن يخفف عن العراقيين بهذه الانتقادات البسيطة الجميلة العفوية الصادقة. اتركوه، لا تشوهوا صورته عند العراقيين، لا تشوهوا صورة تفكيره وصورة عقله وصورة رؤيته، لا تشوهوا هذه القضية. أنتم مدرسة للتضليل، هذه المدرسة الأمريكية والمدرسة البريطانية التي ضللت واللي جابت العالم كله اللي يحتلوا العراق بالتضليل والكذب والخداع، وجاءت بها كل هؤلاء المزورين وكل هؤلاء الفاسدين اللي يحكم العراق، وسمته العراق الجديد، والعراق من ضعف إلى ضعف وسلمته إلى إيران والميليشيات. اتركوا الناس تقول ما تريد، لأن في قولهم يعني لمس لجراحات كثيرة، والعراق لن يقبل بالخداع ولن يقبل بالتضليل ولن يقبل كل هذه ألاعيبكم. أشكركم شكرا جزيلا، وأدعو لهذا الشاب بالخير والحفظ، وأن يبقى بفكره ورؤيته وبطيبته وعفويته مستمرا على نفس الطريق. أشكركم وألتقيكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.